ما بين التحريض اليميني واستغلال الساعات الأخيرة بالفعل لنا كمجتمع لوضع قضايانا في المركز، رح نخوض في هذه المحاور، رح نخوض في هذه النقاط مع ضيوفنا الكرام في الاستوديو، المحلل السياسي والمختص في الشأن الإسرائيلي نظير مجلي، والصحافي أيضا منعم حلبي. صباح الخير. صباح الخير. تحياتكم. أهلا جميعا ولكم المشاهدين. أخيرا وصلنا للنهاية، وصلنا لليوم الحاسم ولا للبداية؟ لليوم الحاسم. يمكن البداية يمكن البداية، ودائما هيك في السياسة شو في، شو نجدد في، شو نستقرئ في، شو نتوقع على الأقل ونحلل، وهذا شغل بحد ذاته ولا لا أستاذ نظير؟ بالتأكيد طبعا هذا واجبنا أولا. نعم. تجاه جمهورنا، لأنه في بعض الأحيان الأمور لا تكون بالشكل الذي نراه، هنالك أمور من وراء الكواليس مفترض أننا يعني ملزمون في مهنيا أن نحاول أن نكشفها لجمهورنا العزيز، والعقل يجب أن يشتغل في مثل هذه الأمور أكثر بكثير من العواطف، ولذلك هذه مسؤولية وطنية كبرى أن نقود هذا اليوم الانتخابي ونكون مؤثرين فيه، وأن نستعرض الواقع مع كل حساباته الدقيقة أو غير الدقيقة. نعم. في محورنا الأول أستاذ نظير، يمكن بهمنا شوي نفتتح الحديث حول الساعات الأخيرة، أو بالرياضة بقولوا الوقت بدل الضائع. نعم. في الوقت بدل الضائع كثير شغلات بتصير في السياسة، في شغلات أكثر حتى مثيرة للاهتمام أكثر من الرياضة، وفي عنف بصير أوقات أكثر. نعم. بكثير من الرياضة وكرة القدم. في الوقت بدل الضائع في المشهد الإسرائيلي وما قبل افتتاح صناديق الاقتراع هذا النهار، كان في حملات غريبة ومثيرة وما توقعنا البعض منها، ولكن في وتيرة زادت هنا وهناك، التحريض ضد المجتمع العربي، التعبئة هذه الإعلامية ضد المجتمع العربي، أحيانا إذا بدهن يكونوا لطيفين بذكروش المجتمع العربي. هتحكي عن هذا الموضوع؟ نعم، أولا تجاهل الوسط العربي، ويعني تجاهل مصطنع، لأنه في الواقع نحن موجودون في قلب المعركة، واليمين الإسرائيلي يرى جيدا، وأنا أعتقد أن اليمين يتدخل في حياتنا الانتخابية بشكل. نعم. هائل، والحملة التي تعلن خلال الشهر الأخير لمقاطعة الانتخابات ليست كلها وطنية أو مبدئية قام بها أناس وطنيون. نعم. وطبعا توجد حملات كهذه، بل توجد حملات خاضعة لتأثير اليمين، لا يوجد بدل وقت ضائع، سيظل يعمل حتى اللحظة الأخيرة في المعركة الانتخابية. نحن نذكر جيدا أن الحملة التي جلبت لنتنياهو 6 مقاعد كنيست في سنة 2015 في يوم الانتخابات، صحيح، الساعة الثالثة بعد الظهر، عندما أطلق ذلك الشريط الذي زعم فيه بأن العرب يتدفقون على صناديق بكميات هائلة في حافلات، وكان اختراق للقانون، قانون الانتخابات في إسرائيل بالتأكيد، أو تم تمويلها بجهات أجنبية، يعني لكي يعني تكتمل الصورة بالنسبة للناس، وهذا جعل الناس يتدفقون على الصناديق من قبل اليمين، تركوا أحزابهم اليمينية المتطرفة وانصوتوا لنتنياهو. كان لديه 24 مقعدا أصبحوا 30، وهكذا فاز بالحكم. ولذلك علينا أن نتوقع اليوم وحتى اللحظة الأخيرة جهود كبيرة من مختلف الأوساط لتقوم بهذا الضغط حتى يمسوا في تأثيرنا وفي مكانتنا. للأسف الشديد نحن هذه المرة نتجاوب كثيرا معهم، لأن هنالك حملة للمقاطعة، هنالك. نعم. غضب، هنالك ممكن نتحدث عنه لاحقا، ولكن هو غضب شرعي، ولكن نتيجته سيئة ومعاكسة للمصالح التي نبحث عنها. ولذلك للحظة الأخيرة سيواصلون الحملات لكي يقتنصوا ما أمكن من الأصوات ويبعدوا ما أمكن من العرب عن صناديق الاقتراع. نعم. نعم. منعم عن جديد يسعد صباحك، وهيك يمكن استمرارا للي تفضل فيه أستاذ نظير، في صباح هذا اليوم بدأ ربما مجموعة من الناخبين بالذات في بلداتنا العربية التوجه لصناديق الاقتراع، شو بيستنانا هذا اليوم من وجهة نظرك؟ كيف ممكن أنه هذا اليوم في نهاية المطاف يصب لصالح المجتمع العربي؟ بالأمس شعرت لأول مرة في كل الحملات الانتخابية للأحزاب العربية بوجود شن حملة على الناخب العربي، اخرجوا لصناديق الاقتراع. هذه الحملة يجب حسب اعتقادي كانت يجب أن تكون مسبقا قبل أسبوع أو أسبوعين، ولكن دعنا نتحدث عن المجتمع العربي وعن نسبة التصويت والمقاطعة كما ذكر زميلي. بغض النظر عن حملات المقاطعة الحالية لهذه الانتخابات،
عام 2015 كانت النسبة تتراوح ما بين 63 و 64%. نعم. أي حوالي 40% من المجتمع العربي بغض النظر عن حملات المقاطعة لم يذهبوا إلى صناديق الاقتراع. في اعتقادي يجب أن نبحث لربما بعد الانتخابات بصورة جدية مع مختصين اجتماعيين عن وضع المجتمع العربي بصدد الانتخابات للكنيست. يعني إذا بنعمل مقارنة بين الانتخابات للسلطات المحلية للمجالس والبلديات العربية توجد نسبة حوالي 90-95% من المواطنين يذهبون إلى صناديق الاقتراع، بينما تقريبا 60% فقط من المواطنين العرب يذهبون لصناديق الاقتراع ليدلوا بأصواتهم قبيل الانتخابات للكنيست. لماذا؟ أعتقد بأن قسما من التأثيرات اليمينية لربما ممولة كما ذكر زميلي أوافقه، ولكن توجد أسباب جوهرية أخرى لماذا المجتمع العربي لا يذهب للتصويت للكنيست. أعتقد أولا المواطنون العرب لا يتفهمون جيدا مدى خطورة الوضع إذا لم يذهبوا ويؤثروا، وما مدى خطورة اليمين المتطرف على حياتنا اليومية. قسم من المواطنين العرب لا يعترفون أصلا بهذه الانتخابات، لا يعترفون بالكنيست، ما زالوا لا يعترفون بوجود دولة إسرائيل، يجب أن نذكر ذلك، لذلك لا يذهبون بشكل مبرمج إلى الانتخابات للكنيست. لا توجد علاقة وتيرة من العلاقة تربط الناخب العربي مع النواب العرب كما هو الحال العشائري والعائلي بصدد الانتخابات للسلطات المحلية. هذا البعد وهذا النفور أيضا في الحياة اليومية، نحن نشعر مهمشين على مدى اليوم كل يوم في السنة بسبب التمييز العنصري، الحياة التي نعيشها القاسية التي نعيشها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، لذلك يوجد نوع من الجلد الذاتي، نحبذ أن نبقى مهمشين أيضا في يوم الاقتراع. وكأنه في جسم معين أو مؤسسة معينة يعني ما نقدرش حتى نسميها أو نحط الإيد عليها، لا عم بتحسسنا دائما في غربة في هذا البلد. نعم، شعورنا بالغربة أيضا يأتي بنتائجه في يوم صحيح؟ الانتخابات. وقسم من المواطنين لربما بحق يقول حتى إذا ذهبت وصوت للأحزاب العربية هذا لا يؤثر في نهاية المطاف على سيرورة الحياة بعد الانتخابات، بعكس ما هو الحال لربما بسبب بصدد الانتخابات للسلطات المحلية. هذا يريد عملا، هذا يريد مصلحة، هذا يريد لقريب إلى آخره، أو بحسه أكثر بانتماء للبلدي من عم، هذا كمان يعني بحد ذاته يمكن صحيح. شق اللي البلدي للعيلة صحيح ممكن. مجموعة تناقضات في هذا الشأن. المواطن العربي في إسرائيل يحمل الجنسية الإسرائيلية، يتمسك بها، يحمل الباسبورت ولا يتنازل عنه بأي حال من الأحوال، وبعد إذن يقول ليست لي، أنت تتمسك فيها، تذهب إلى خارج البلاد بواسطة. صحيح، قلنا لا يمكن اللعب في ملعبين الأسبوع الماضي. أنت تسافر من مطار بن غوريون، هل توقفت عن السفر مطار لأنك تشعر بغربة؟ يعني يوجد غربة أوكي مع النظام، ولكن صحيح. لا توجد صحيح. غربة مع الأرض، لا توجد غربة مع الوطن. أكيد. يجب أن نفهم أن علينا واجب أن نحافظ على وجودنا، على حقوقنا، على أولادنا، على مستقبل أولادنا، نخطط نرسم لهم. قبل لحظات كان يتحدث الدكتور رمزي حلبي عن الآفاق التي صحيح. تنتظرنا من مجموعات ستتخرج من التقنية المهندسين، أين سيعملون؟ من يخطط لهم؟ كل هذه الأمور تحتاج الأمور إلى انخراط في المجتمع الإسرائيلي دون المساس بهويتنا وانتمائنا الوطني الفلسطيني. وإلى من يهتم بالصالح العام للمجتمع الفلسطيني طبعا، وهذا لا يتناقض. أنت موجود لديك مواطنة إسرائيلية تستغلها حتى النهاية في كل المجالات على كل الأصعدة من دون أي توقف وبكل اعتزاز. وهذا خيبة الأمل لم نذكرها طبعا، خيبة الأمل من لربما من النواب العرب ومن المشتركة ومن قبل المشتركة هو أيضا عامل لا يمكن أن نتجاهله. فالآن علينا أن نخرج إلى صناديق الاقتراع في هذا اليوم، أن نتدفق بمئات الآلاف إلى صناديق الاقتراع والتصويت للأحزاب العربية، لأن الوضع جدا خطير وسيكون أكثر خطورة إذا صوت فقط 50% من المجتمع العربي. هذا سيفيد الأحزاب اليمينية التي ستسن قوانين عنصرية أكثر خطورة في المستقبل. يجب أن يفهم كل مواطن عربي هذه الحقيقة. علينا من الآن وحتى الساعة 10 ليلا أن نتدفق إلى صناديق الاقتراع لنصوت ونؤثر. نعم، يعني هاي نقطة جدا مهمة، تذييل ربما بديش أقول العقبات وإنما تذييل هذه الخلافات
أكثر أو أقل والخروج إلى صناديق الاقتراع. من جانب آخر يمكن هيك ما بين الميكرو والماكرو بدنا شوي نطلع على التنافسية والتيارات المنافسة في هذه الانتخابات. على قهوة الصباح أنا وعفاف كنا عم نحكي بهذا الموضوع، كثير مهم نشارك ضيوفنا فيه ونشارك كمان المشاهدين فيه، وكأنه صار في إحساس معين كنا عم نحكي أنه التيارات المتنافسة هي بطلت تيارات تنقسم على أساس عرقي أو ديني أو طائفي أو مش عارف أو قومي، ولكن التيارات المنافسة صارت أكثر هي قيمية أكثر. هناك من يؤمن شخصنا قيمية تنقول يعني في تيار وكأنه يؤمن بالحريات والحقوق والعدالة الاجتماعية وحرية الصحافة ومش عارف حقوق الإنسان بشكل عام، وتيار آخر مش فارقة معه من كل هذه الأمور يهمشها على حساب الأمن والخطابات الشعبوية هنا وهناك وخطابات الأمن القومي الإسرائيلي وما إلى ذلك. أديش اللي عم بحكي صحيح أستاذ نظير؟ أنا أختلف معك صحيح، لأن يعني واضح أن هنالك سطحية وتسطح في الفكر السياسي عموما في الغرب كله في دول العالم عموما، توجد أمركة العمل السياسي، والأمريكيون كما تعرفون لا يشاركون كثيرا في التصويت وسطحيون جدا في التعاطي مع العمل السياسي. هناك نقدر نقول في لا مبالاة تجاه السياسي والحركة السياسية. نعم، ويوجد حزبان كبيران كل واحد منهما لديه أجندة ولا تختلف كثيرا عن بعضها، وتوجد دولة عميقة تقرر في الولايات المتحدة. في إسرائيل مثل كل شيء خلال 70 عاما نحن نرى تحول من الانتماء إلى العقلية الأوروبية للانتماء إلى العقلية الأمريكية لمزيد من التسطح. ولكن هذا الأمر اليوم أصبح ذو أبعاد خطيرة وذا أبعاد تمس في مصلحة الأمن الاستراتيجي لدولة إسرائيل، ويوجد قوة في إسرائيل اليوم تفكر في هذا الاتجاه وتأخذ الأمور بجدية للغاية وتخوض المعركة على مستويين، مستوى تأخذ فيه في عين الاعتبار السطحية ومستوى أعمق. أما عمن أقصد؟ أقصد حزب الجنرالات في إسرائيل. هذه ليست قضية جانس نتنياهو. حزب الجنرالات هو حزب جنرالات بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ليس لأن فيه أربعة أزرق أبيض أركان. طبعا باللغة العربية طبعاً. ليس فقط لأن هناك أربعة رؤساء أركان وثلاثة أعضاء في هيئة سابقة للأركان رؤساء الأركان، إنما هذا الحزب يعبر عن الفكر الاستراتيجي والعقلية الاستراتيجية الأمنية في إسرائيل التي بدأت ترى أن نتنياهو لحساباته الشخصية والشعبوية وانتمائه للعقلية الأمريكية يبتعد عن خدمة مصلحة إسرائيل الاستراتيجية. علينا لا ننسى ومن هنالك أمور لا تطرح على بساط البحث السياسة ولكنها موجودة وراء الكواليس. نحن موجودون في مرحلة من التاريخ إسرائيل تضيع عليها فرصة تاريخية لإقامة سلام مع كل الدول العربية وكل الدول الإسلامية بمبادرة من العرب، بمبادرة مطروعة على الساحة منذ سنة 2002 وإسرائيل تتجاهلها. الآن توجد فرصة لتحقيقها طبعا بشرط أن تحل القضية الفلسطينية حلا عادلا مثل ما يطلب العرب ومثل ما يطلب شعبنا الفلسطيني وقيادته الشرعية، وهذا إسرائيل تضيعها. وليس فقط تضيعها بمعنى أن هذه قضية سياسية وغدا سنرى ترحيل مستوطنين، لا، ليس هذا الفكر عند القيادة العسكرية في إسرائيل. القيادة العسكرية تفكر كيف ستسوق أسلحتها للعشر سنوات القادمة، كيف ستسوق سياستها الأمنية للسنوات العشر القادمة، كيف تحضر للإخجال القادمة أن تكون في دولة غنية مزدهرة فيها إمكانيات أفضل، وفي نفس الوقت مصالحها العسكرية والأمنية والسياسية كيف تتطور. هذا الأمر يتناقض مع سياسة نتنياهو. لذلك نحن نرى هذا الحزب. وليس صدفة أن نتنياهو رغم كل قوته وقوي جدا، رغم كل ألعابه وهو فنان في الألعاب السياسية، رغم كل الدعم الذي تلقاه من الخارج، الدعم الأمريكي، القدس، الاعتراف فيها، نقل السفارة، الاعتراف في الجولان، بوتين هدية يعني لم تكن متوقعة قبل الانتخابات بفترة وجيزة، قبل الانتخابات بضعة أيام، الرئيس البرازيلي، وكل هذا
نتنياهو لم يزد مقعدا واحدا، بالعكس وإلى الوراء، كل استطلاعات الرأي تشير إلى أنه سينخفض عن 30 الآن 28 29 وربما تتغير، ولكن هذه هي الحدود. بينما جاء لأول مرة في الفترة في العشر سنوات الماضية التي كان فيها نتنياهو، لأول مرة توجد قوة تهدده، تهدد مكانته، ولذلك هو غاضب وهو بيستيري ويتصرف بطريقة رئيس أركان الجيش الذي هو عينه وهو مدد له سنة ويقول عنه مجنون ويقول عنه ملاحق وعنده مرض الملاحقة. هاي هستيريا يعني الذي يتصرف بجنون هو نتنياهو في الواقع. صحيح. نتيجة للشعور بأن هنالك تهديد لأول مرة لمكانه. لذلك في إسرائيل ليست معركة انتخابية عادية. الجيش الإسرائيلي هو عادة الجيوش عندما تيأس من القيادة السياسية وترى أنها تمس حقوقها الشرعية تذهب إلى انقلاب عسكري. في إسرائيل لم يروا أن هنالك حاجة الآن لانقلاب عسكري. صح. ممكن انقلاب ديمقراطي. نعم. وإذا فشل انقلاب عسكري ناعم نوعا ما. نعم. وإن كان هذا الانقلاب فشل فإسرائيل ستشهد تطورات وربما تكون خطرة أكثر بكثير من مسألة العرب واليهود في داخلها. من عم بدي أرجع مع حضرتك لكل موضوع الجانب القيمي وهذا العامل اللي تحدثنا عنه أنا وأمير، لأنه منشعر أنه في فجوة ما بين القيمة أو القيم اللي الناخب العربي بخرج عشانها لصندوق الاقتراع ووجهة النظر للناخب من المجتمع اليهودي. الناخب العربي إما بيكون محزب مؤمن بمبادئ هذا الحزب أو عارف وضعيته في البلاد، فبالتالي بده يصوت لحتى يتصدى لهدم البيوت وكل قضايا الأرض والمسكن والحريات وما إلى ذلك. اليهودي ربما يصوت بأغلبه كمجتمع لكي يكون مسيطر، لكي يهمش العرب أكثر وأكثر ولا يفرض خطاب العنصرية. قديش بتشوف أنه هذا المشهد حاضر في الانتخابات الحالية؟ هذا المشهد دائما يكون حاضرا في على جميع الأطر ومنذ 70 عاما، وفي هذه الانتخابات نرى سطحية الأجندات بصدد الأحزاب اليهودية. يعني تحدثوا عنه الكثير في وسائل الإعلام، يعني حاولوا يسألوا بصورة واضحة وراسخة جميع المرشحين إن كانوا من كحول لافان وإن كانوا من الليكود ومن حزب العمل ومن جميع الأحزاب اليهودية، ما هي الأجندة التي يطرحها هذا الحزب على المواطنين لكي يذهبوا ويصوتوا في نهاية المطاف لك أو له، من ناحية اقتصادية، من ناحية اجتماعية، من ناحية المستشفيات، المشاكل المتواجدة، ازدحامات السير اليومية الخانقة في جميع شوارع البلاد. لا توجد، لم نستمع تقريبا إلى أجندة راسخة صحيحة وواضحة من قبل الأحزاب اليهودية. الأجندات تحدثت لا لبيبي، نعم لليمين، لا لليمين المتطرف، لا للأحزاب العربية، ضد العرب إلى آخره. بالنسبة للمجتمع العربي، الأجندة المطروحة على الشارع العربي من قبل الأحزاب العربية أيضا لم تكن واضحة في هذه الفترة. فأردنا من الأحزاب العربية في تواجدي هنا المكثف في الاستوديو أن تعطي الأجندات بشكل واضح وصريح أكثر للناخب العربي، لربما يوجد مواطنون عرب أيضا لا يؤمنون بأجندة هذا الحزب أو ذاك. يجب أن تطرح العوامل التي تؤدي، يجب أن تؤدي بكل مواطن عربي أن يذهب في نهاية المطاف إلى صناديق الاقتراع، وهذا لم يحدث حتى باعتقادي. وأوافقنا أيضا الزميل الذي تحدث عن الاستراتيجية الإسرائيلية التي تتحدث لربما عن ازدهار إسرائيل في الأعوام القادمة، ولكن نحن نعرف ما هي الأجندة الإسرائيلية الراسخة دائما وأبدا: الأمن والأمان للشعب اليهودي، للمستوطنين، أن يحصدوا على دنومات أكثر، أن يسيطروا على عشرات آلاف الأراضي العربية. صحيح. أكثر فأكثر. فهذا شيء واضح وصريح، وقد يعي كثير من اليوم السياسيين الإسرائيليين أنه هاي الموضوع هو فقط غطاء لكثير من القضايا الحياتية اللي مش قادرين يحلوها ولا قادرين يحطوها على الطاولة. قسم المحللين في العالم أصلا يقول بأن كل هذه مسرحية، يعني ما نراه نتنياهو أو سائر الأحزاب، ويوجد من يدير قضايا إسرائيل في الخارج. بما أنه هيك فتحنا الباب على مصراعيه في البحث ربما في البعد القيمي لهذه الانتخابات، في البعد المتعلق بالقضايا التي تخصنا، القضايا الحياتية بالمستوى الأول وكيفية وضعها في المركز، واحد من العناوين ربما المثيرة للجدل في كل ما يخص البعد القيمي اللي شفته في الصحافي هو يتحدث بالأساس عن اليسار الإسرائيلي والخوف من الانزلاق نحو غانتس. نعم. هذا عنوان قد يشكل بعد خطير نوعا ما لكل قوى يسارية
في هذه البلاد، لكل قوة يسارية برلمانية في هذه البلاد. هذا التنازل المحتمل والمتوقع في الأيام المقبلة من قبل اليسار يتحالف مع غانتس والغانتس اليميني في المستوى الأول، كيف ترى هذا الموضوع أستاذ نظير؟ أولا اسمح لي بملاحظة على السؤال الأول. تفضل. القضية القيم، كيف ننظر إلى الانتخابات واليهود والعرب؟ أنا أعتقد أننا نظلم بعض الشيء قسم جدي من الناخبين اليهود. هنالك ناخبون يهود يفكرون ويخططون ويدرسون ويقررون فيما بعد. عندما جرى استطلاع رأي لمعرفة كيف يفكر المواطن اليهودي تجاه مصلحته الانتخابية، تبين أن 30% يريد ينظرون إلى الشخص، والباقي 70% ينظرون إلى أمور أخرى مرتبطة بالمبدأ، بالقيم، بالأفكار، بالبرنامج السياسي. ونرى صهيونية ويمينية هذه الدولة، وليس فقط يعني هنالك قوى جدية هي حليفة لنا في معركتنا من أجل الحقوق، حليفة تماما، لأنها تؤمن بعدد كبير من القيم التي نحن نؤمن بها. ولذلك هذه الأجندة، يعني علينا أن ننتبه، يجب أن يكون لدينا أمل ويوجد أساس للأمل في إسرائيل، لأن هنالك قوى عديدة تؤمن بالأفكار التي نتحدث عنها والتي تأخذنا إلى مكان آخر. بالنسبة للسؤال، الأجندات الأساسية التي أعتقد أن المجتمع الإسرائيلي الآن يخوضها ونحن إزاؤه مرتبطة بعدد متشعب جدا من القضايا وليس قليلة. لا نرى نحن كل شيء، لا نقرأ البرامج. مثلا يوجد 47 قائمة خاضت الانتخابات في البداية، انسحبت 6 منها، الآن 41 حزبا. من يقرأ التفاصيل البرامج عند هذه الأحزاب سيجد أن هناك برامج، هنالك قوة جدية تفكر في منطق وفي قيم. المشكلة هي أن إسرائيل أصبحت دولة مثل البلدوزر يدوس الصغار ولا يسمح لهم أن يكبروا. ولكن إذا فحصت بين الأحزاب المذكورة توجد قيم عالية لدى العديد من هذه الأحزاب. إذا أخذنا مثلا حزب يتحدث عن دولة واحدة للشعبين، دولة واحدة ليست وطن واحد ودولتان، دولة واحدة للشعبين يعيش فيها العرب واليهود بمساواة كاملة من البحر إلى النهر. هذا حزب ويتحدث عن أهمية هذه القيم، ويتحدث عن ضرورة أن تقوم إسرائيل الآن في النهوض بالاقتصاد الفلسطيني حتى يصبح ممكنا أن يتعايش الشعبان معا. فمثل هذا الحزب لن نجد أحد يصوت له، لا حتى العرب، لأنه لا يعرفون عنه، ولكن هو موجود. أستاذ نظير، هاي يمكن تكون أو تندرج تحت إطار شعار لحزب معين أو قوة سياسية، قوة سياسية معينة، مش أجندة اللي فيها 1-2-3 من النقاط. لا لا، أدخل في برنامج أنا الحزب. أنا أعيد وسائل إعلام أيضا تريد أكثر، يعني بصورة مباشرة أن تؤثر على الرأي العام في نهاية المطاف. من خلال الأحزاب الكبرى، يعني صحيح. لا يهم حزب سيحصل في نهاية المطاف على 5000 مقعد، 5000 صوت أو 2000 صوت. يخليها مقعد. نعم. كل 4 مقاعد بحاجة إلى 153 ألف صوت. يعني يجب أن نعرف ذلك جيدا. لذلك 41 أو 40 حزب في نهاية المطاف أكثر من اللازم في اعتقادي. مستقبلا يجب أن تتغير الآية أيضا بالنسبة للتصويت، لتبقى أحزاب بالفعل مع أجندات واضحة تستطيع أن تعبر نسبة الحسم، وهذا شيء مهم. هاي أسئلة ونقاط طبعا مطروحة على الطاولة، وإلى جانب ذلك يمكن عشان ضيق الوقت ما خضنا كثير في النقطة اللي طرحتها في ما يخص اليسار. هناك أكثر تداخل أيضا قيمي في كل هذا الموضوع. إذا عم نحكي على إمكانيات، هذا خوف وهذا تخوف لدى اليسار نفسه في إسرائيل. ولكن لضيق الوقت أنا أعتذر. بدنا نشكرك والصحافي منعم تحياتي ليتدفق العرب إلى صناديق الاقتراع. هذا يجب أن يكون عنوان هذا اليوم، مع احترامي لجميع التحليلات الاجتماعية والسياسية إلى آخره. نريد 70-80% نسبة تصويت. شكرا الصحافي منعم حلبي، المحلل السياسي والمختص في الشأن الإسرائيلي، الأستاذ نظير مجلي، على هذه المداخلة وعلى مرافقتنا في هذه النافذة.